خير يا هانم، شيعتيه لحضرتك. خير يا شيخ عرب، انا علمت ان حضرتك بنيت لي بيت وانه جاهز ولازم انقل فيه. ايوه هانم، هيعجبك قوي. انا الحقيقه يا شيخ عرب، وارجو ان كلامي ما يكونش فيه اي اساءه ادب. امر يا هانم، اتكلم. انا مبسوطه في البيت ده، حاسه فيه بالرضا ومش عاوزه اسيبه. طلب سخيف معلش، خلاص براحتك، ده بيتك وانا مستعده انقل البيت الجديد في اي وقت لو وجودي هيضايقك. لا يا هانم، هو طلب غالي صح، بس انت اغلى. خليكي في بيت الشيخ يوسف، بيتك ومطرحك. مادام ارتحتي هنا انا ما اجلش راحتك. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سيوط بوابه الصعيد اسماعيل، اللي يملكها يملك الصعيد كله، ومن مطرح رجلي هنا لحد بوابه سيوط مع وسط طير في السماء يجبل من غير علمي، كله يطل من بحر، وكله يعرف نجيب لي ده عاره اللي لازم يحميه، وبحري عمره اللي لازم يجنيه. بالراحة يا همام، وخلي بالك على روحك، ده انا جلجان عليك، انت زي ما تكون عيان. عيان بالقهر يا واد عمي، وجعان الخيانة، عاوز عالي بيه يعرف جريمته، واللي بدا شيء يقرع جابه. نردها له ونعرفوه مقامنا، وبعدين نقعد ونتحدثه، لكن حرب من غير نهاية لا. عملته بنية خالصة وقلب سليم، وهو ضحك علي وانا كفوها للنهاية. نهايته ولا نهايتنا؟ خبري يا اسماعيل، مرة تبقى شزيع ومرة تبقى خايف. اسمع، انت يدي ورجلي، ما تهزنيش، املك حالك. اعرف اخرتها وبعدين املكه. عش في غليلي وهز عرشه واطلب الامان. واه، ده مشوار بعيد قوي. ولو كان فيه عمري، فهم؟ ما فهمش. شوف يا همام، ما فيش حد اقرب لك مني. هتخلي غرضك جواك ولا تقول لي، ولا امشي وراك اعمى؟ غرض المنيا يا اسماعيل، وعند المنيا نضرب وصول كبير ببوابه اكبر من بوابات المحروسه، ويبقى هو في قلعته في بحري واحنا في قلعتنا في جبلي، وتوقف الايام عند كده. واه، عاوز تفصلها نصين؟ عيالنا عادوا مرجلتهم، يا يخلوها بلد واحده من جبل البحري يا يضيعوها. اللي مقعدك هنا؟ المكان ده جميل وعجبني. طب قومي من هنا دلوقتي. اقوم ليه؟ في ناس جايين ياذوك وياخدوك من المكان الحلو ده. طب واعمل ايه؟ بصي، ورا البيت في بير، تيلي منهم ولفي حوالين البير وندمي عليهم. وانا هشوفه ازاي في الضلمة؟ اهم جايين، قومي يلا، قومي دلوقتي. في علامة؟ طيب جار البير في نخلة قصيرة، قومي دلوك يلا، قوم. Thank you.
طب انت ايش عرفك بالبير القديم دي؟ متغطي من قبل ما يموت الشيخ يوسف بسنين. ربك اسراره كبيره يا شيخ همام، ما بيسيبش حد. يعني الحكايه دي جت في راسك كده من عند ربنا؟ كله من عند ربنا يا شيخ همام. سبحان الله، الله يرحمك يا شيخ سلام. كان يحب وهو صغير يقعد على البير ويدلدل رجليه، والشيخ يوسف غطاه خوفا عليه. الله يرحمه. الله يرحمه. طب يا ابوي الواحد كده ما يشيحش حتى يحرسك، ده انت اللي تحرسينه عاد. الحمد لله. الحمد لله. طيب استأذن انا. اتفضل. واحد فطس والتنين فهم النفس. يموتون شيخ العرب؟ لا، لبسوهم لبس حريم وشيعوهم مبلولين كده زي ما هم، ويبقى معاهم واحد كل ما ينشفوا يدلقوا عليهم مية عشان يفضلوا مبلولين كده اللي مشيعهم. واعلم يا ولد عمي ان علي بيه شيع لنا وحذرنا ان احنا نتعاون معاك بأي طريق، ورفضنا. وإن كان القلب فيه جليل من عدم الصفا وفي العين جشاية من تلاكم، لكن أنت أعز من الغريب، وكرامتك من كرامتنا، وشياعنا رغم أنفه ليكم السلاح، وأرواحنا ليكم ترخص يا كبرنا. الله يدم حنان والرهان على القريب كسبان، وجميلك مردود يا شيخ الناس. رايقة عتقوم وتبحلق وساكتة يعني زي ما هي. ايوه افكري بالك، هنطلع مع همام طلعة كبيرة وحغيب كتير. خير؟ حرب كبيرة قوي. استر يا رب. اخوكي عينه طلة البعيد قوي. انت جار ولا لا؟ ما قادرش أبعد. أنا وهمام زي اللحم والعظم. ربنا معاكم.